مساء الخير على كل اللي بيشوفونا على شاشة أكسترا نيوز في كل مكان. حلقة جديدة من الإبداع في مصر، واللي بيقدم لكم كل جديد عن الفن والفنانين وكمان كل المبدعين المصريين والعرب والفعاليات والمهرجانات الفنية المستمرة طول السنة. بدأت فعاليات مهرجان المسرح المصري واللي بتنظمه وزارة الثقافة، واتعملت الدورة دي باسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. اتسمت الدورة دي على اسم سيدة المسرح العربي بعد ما اللجنة العليا للمهرجان اختارتها بالإجماع. مهرجان المسرح المصري بدأ من يوم 30 يوليو ومستمر لحد 17 أغسطس 2024 على مسارح القاهرة. رئيس المهرجان هو الفنان محمد رياض، ومديره هو الفنان ياسر صادق. وشهد الحفل تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب وعشرة من مبدعي المسرح، النجم أحمد بدير وأحمد آدم وأسامة عباس، وتسلم التكريم نجله، وكمان اتكرم سلوى محمد علي وحسن العدل والدكتورة نجوى عنوس أستاذ النقد المسرحي في كلية الأداب جامعة الزقازيق، والمخرج والفنان عزت زين من رواد مسرح الثقافة الجماهيرية، الفنان ومخرج الأوبرا دكتور عبدالله سعد، وكمان مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض العميد السابق للمعهد العالي للباليه، والمؤلف والمنتج المسرحي الكبير أحمد الإبياري. الفنانة رانيا محمود ياسين كانت من ضمن حضور افتتاح المهرجان، وأكدت إن حفل الافتتاح طلع بأحسن شكل يليق بمصر. تعالوا نشوف قالت إيه لكاميرا الإبداع في مصر. المهرجان طبعا مهم جدا لمصر قبل أي حد، وهو مش مهرجان أشخاص، دي مهرجان دولة، فإحنا بنهتم جدا جدا إن المهرجان يطلع على أحسن مستوى كفن كمسرحيين، وطبعا كإدارة المهرجان بتبذل قصارى جهدها إن هي تطلع أحسن شكل يليق بمصر. وكمان الدورة باسم الأستاذة الكبيرة سميحة أيوب، فطبعا هي سيدة المسرح العربي، فده شيء يعني قد ايه مشرف للمهرجان، هي بتضيف للمهرجان كمان باسمها الكبير، وان شاء الله يعني تبقى دوره موفقه واحسن من السنه اللي فاتت ان شاء الله. محمد اجتهد جدا، ولكل مجتهد نصيب، وهو بيتعب قوي علشان يطلع حاجه محترمه وراقيه يعني، فانا يعني ببقى فخوره بيه وفرحانه ان هو بيعمل مجهود، وان شاء الله ربنا يديله على قد مجهوده. الاداره المسرحيه كلها الحقيقه بتبقى واقفه على قدم وساق، كلهم بيشتغلوا جدا جدا، كل الناس بصراحه في المهرجان بتتعب جدا، والمهم ان الادارجي الشاطر اللي عارف يدير كل هذه المنظومه بكفاءه وباقتدار انا بحييه، اللي هو محمد رياض. الورش دي مهمه جدا لانها بتطلع كل يوم وتاني فنان جديد وشباب جديد، واحنا محتاجين، فاحنا عايزين مواهب حقيقيه ليها قيمه، فانا ببقى سعيده بالورش جدا لانها في الاخر بتغربل من يستحق، لان الناس اللي ماسكينها ناس اكاديميين وفنانين، فعارفين ازاي يختاروا من يستحق ان هو يكون فنان. الف مبروك على التكريم، وانا فخوره بكل الاسماء الموجوده، والحقيقه ان هم كلهم يستحقوا التكريم، واحلى حاجه تكريم الفنان وهو عايش، دي اهم حاجه، ربنا يدي الصحه لكل المكرمين. وكان من ضمن الحضور اللي عملنا معهم لقاء الفنانه منال سلامه، واللي اكدت ان المسرح ابو الفنون، والمهرجان بيشجع على تقديم المواهب. تعالوا نشوف قالت لنا ايه كمان. المسرح ابو الفنون، ومهرجان المسرح القومي مهرجان عريق على فكره، يعني ده الدوره 17 ومهرجان مهم، وبيشجع العروض اللي بيتم عرضها على مدار السنه، وبيحصل فيه تقديم جوائز، فده تشجيع للمواهب، وكمان في ميزه انه بيشارك فيه مسرحيات من هيئه المسرح ومسرح المستقل لشباب مختلف من مجالات من اماكن مختلفه. والحقيقه الدورتين، الدوره دي والدوره الماضيه، الحقيقه بقت في دائره الضوء، وده الفضل فيه اعتقد للفنان الكبير محمد رياض، واحتفاليه جميله كلنا مبسوطين بيها، وكون المهرجان بقى في دائره الضوء
بقى في جمهور عارف ان في مهرجان فابتدوا يجوا يتفرجوا على المسرح. ده اقل تقدير يعني يحصل. يعني انا شايفه ان اسم فن سيده المسرح العربي العظيمه سميحه ايوب المهرجان يشرف بوجود اسمها عليه. كل المكرمين الف الف مبروك، وانا مع كل المكرمين. كل المكرمين الحقيقه تاريخهم كبير في المسرح، ومش بس على فكره انه نجم معروف، لا، هو في اعتبارات لاختيار المكرم. المكرمين كلهم اشتغلوا مسرح، في اللي منذ الطفوله وفي من الجامعه وفي ثم انتقل للاحتراف فبقى نجم. مع احترامي لكل اللي اعترضوا على بعض الاسماء، لا، اعرف تاريخ اللي قدامك عشان تعرف تقبل او ترفض. ده دور من ادوار المهرجانات بشكل عام، اذا كانت مسرح او سينما، انك بنقدم ورش الجيل الجديد بيتعلم منه. بتبقى ورشه مصغره نعرف فيها اساس الفن، اذا كان تمثيل او اخراج او نوع الورشه المقدمه. أما الفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث فقدم الشكر لكل اللي شاركوا في تغطية حفل الافتتاح باعتبارهم مرآة المجتمع، لأنهم بينقلوا كل الفعاليات للجمهور اللي معرفش يحضر المهرجان. تعالوا نشوف الفنان محسن منصور قال لنا إيه. يا أهلا وسهلا بيكي، وفرصة سعيدة وشرف ليا، وبشكركم جدا لأنكم بتعملوا تغطية بجد إعلامية وفنية. بشكر كل العاملين والمصورين والخلف الكاميرا وحضرتك، لأنه مش بس أنه بتقضوا واجب، لا، الفكرة كلها أن أنتوا مرآة حقيقية، أنه بتنقلوا دوت على مستوى التلفزيون وعلى مستوى الناس، فبيبقى فيه الناس كلها بتقدر تتفرج وبتشوف. اللي ما بيقدرش أنه هو يجي فبيشوف الحدث اللي حصل. أنا جاي لأنه ده عرس فني، ولأني بالإضافة أني فنان فأنا مدير المسرح الحديث، فدوت مهم جدا أن احنا موجودين في معظم الدورات اللي فاتت كلها، ولأنه هو المهرجان المسرح القومي الخاص بينا، فده في تنافس أصول الثقافة وفي الجامعات وفي المستقل وفي البيت الفني وفي المعاهد، ففي حالة حراك فني ومسرحي بشكل كويس قوي. وزي ما انت شايفة انه الناس والفنانين كلنا في شغف ورغبة شديدة جدا ان احنا نيجي، بالإضافة ان النهاردة يوم مهم جدا لينا مش بس المسرحيين على مستوى مصر والوطن العربي، انه النهارده الدوره باسم سيده المسرح العربي استاذه الفنانه القديره سميحه ايوب، واللي حالفني الحظ ان اشتغل معاها في عرضين على مستوى المسرح، فاكن لها كل الاحترام والتقدير من عشاقها، وهي من مخلصي المسرح في مصر والوطن العربي. ما هو ده كل سنه لازم يبقى فيه اضافه، يعني كانت فيه ورش خاصه بالتمثيل، خاصه بالسينوغرافيا، خاصه بالديكور، خاصه بالالقاء. ده مهم جدا انه مش بس ان احنا بنعمل دوت، لا، ده مش على هامش المهرجان، فدي حاجه كويسه بجد. يعني انا شايف انه محمد رياض بيبذل مجهود رئيس المهرجان، وياسر صادق مدير المهرجان، وكل القائمين واللجنه العليا باذلين مجهود كبير قوي في انه يحصل عرس فني خاص بالمهرجان ده، لانه مش خاص بقطاع بس، هو خاص بمصر. بشكرهم جدا، بشكر اداره المهرجان للتفكير فيهم، ومش عايز اي حد من المكرم اللي موجودين اللي لم يحالفهم الحظ في ان هم يتكرموا السنه دي، لانه مش هيقدر يكرم المهرجان حوالي 30 او 40 في كل التخصصات، فعلى قد ما يقدر ممكن يبقى 10 او 12 او 15، لكن ده مش بيقلل من كل الناس اللي ما اتكرمتش اللي افنت حياتها في المسرح. فان شاء الله الدوره اللي جايه اكيد اسمائهم هتطرح، وان شاء الله تبقى موفقه. وكان من ضمن النجوم اللي كانوا حريصين على الحضور الفنانة لقاء سويدان، اللي كانت حريصة على المشاركة في المهرجان، وبصفتها كمان عضو المسرح القومي بقالها 22 سنة وخريجة فنون مسرحية، فبتعتبر ده المهرجان الرسمي بالنسبة ليها كخريجة مسرح. تعالوا نشوف قالت لنا إيه كمان. مهرجان القومي للمسرح المصري ده مهرجان وعرس لكل المسرحيين في مصر، فبصفتي عضو مسرح قومي بقالي 22 سنة وخريجة معهد العالي للفنون المسرحية، ف
فده يعتبر المهرجان الرسمي بالنسبة لنا احنا كمسرحيين، وبيبقى مهرجان مهم بتتقدم فيه عروض كتير جدا مهمة. التكريمات اللي فيه تكريم لأساتذة أثروا المسرح المصري على مدار عقود، أستاذتنا الكبيرة حبيبة قلبي ومثلي الأعلى الأستاذة سميحة أيوب الدورة باسمها السنة دي، كل دي حاجات تخلي الواحد لازم يجي ولازم يشارك. من أول الأستاذ محمد رياض مجيب صراحة وياسر صادق، وهم عاملين حركة مختلفة وتفكير مختلف. الورش كتير جدا حتى السنة دي أكتر من السنة اللي فاتت، وأتمنى كل السنين اللي جاية حتى لو اختلف رئيس المهرجان أو مدير المهرجان نستمروا في الورش دي. الورش دي فايدة هائلة لكل الشباب المسرحيين. ألف مبروك عاطف عواد، أحمد بدير، أستاذ أسامة عباس، أستاذ أحمد أدم، كل الأساتذة دول أساتذتي طبعا. ألف ألف مبروك، تستحقوا كل التكريم وكل الحب، بحبكم كلكم. مسرح أبو الفنون، المسرح هو الأساس، هو يعني مش أي حد يقدر يقف على خشبة مسرح، وليه متعة خاصة وليه تأثير خاص على الممثل وعلى الجمهور. كمان الفنان عبد العزيز مخيون أكد إن كله شغف عشان يشوف عروض المسرحيات في المهرجان، وإن الفنانة سميحة أيوب أخته الكبيرة وأستاذته كمان. تعالوا نشوف قال إيه الكاميرا الإبداع في مصر. أنا مدعو من الأستاذ محمد رياض رئيس المهرجان، وأنا جاي هذا المهرجان وكل حب وشغف بإن أنا هشوف عروض مسرحية وأحضر دورات تدريبية، وهو ده المقصود من المهرجان، ان المبدعين اللي عمل عروض مسرحيه على مدار السنه عروضهم تتشاف وتتقيم وتبقى تحت عدسه النقاد، ويبقى في دورات تدريبيه لتدريب الشباب، وده شيء عظيم جدا واحنا نحييه ونشجعه. الاستاذه الكبيره سميحه ايوب سيده المسرح العربي بتنور هذا المهرجان، ويجب أن تكرم وتحصل على ما هو أكثر من التكريم. دي أختنا الكبيرة وأستاذتنا كلنا. كمان الفنانة مادلين طابر قالت أنها سعيدة بتكريم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، وبتتمنى أن يتم تكريمها فيما بعد هي كمان. تعالوا نشوف مادلين قالت إيه. أنا النهاردة جاية عشان أكرم زميل هو راقص عالمي ومخرج لأكثر من عمل أوبرات عالمية وممثل، وهو الدكتور عبد الله سعد، وسعيدة جدا إنه يعني نجم يقدم نجم. دي فكرة جميلة من أستاذ محمد رياض. إحنا فخورين بيكو، أنتوا أساتذة سبقتونا، وإحنا فرحانين بتكريم سيدة المسرح العربي، وأتمنى في يوم من الأيام أن أكرم أنا كمان. اللي بيميزها الكتاب العظيم والورش والفيلم اللي عمله أشرف فايق المخرج الكبير، يميزه الحفاوة اللي أنت شايفاها والمزيكا والحضور الكبير، كل دي ميزات تحسب لمحمد رياض. كل سنة وانتم طيبين. أما المخرج حسني صالح فأكد أن مهرجان المسرح المصري لا يقل أهمية عن أي مهرجان تاني، خصوصا وأن رئيس المهرجان الفنان محمد رياض والدورة باسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. تعالوا نشوف المخرج حسني صالح قال إيه تاني. مهرجان القومي للمسرح لا يقل عن أهم المهرجانات في العالم، وفن عظيم المسرح بالأخص هو يعني أم الفنون كلها، وخاصة لما تكون دورة باسم الأستاذة سميحة أيوب ويبقى رئيس المهرجان النجم محمد رياض، أعتقد أن هتكون دورة مميزة جداً. وأهم حاجة أن كل فنان يجب المشاركة بكل حواس وبكل حب، لأن ده مهرجان عنوان بلدنا. المكرمين في المهرجان، أنا قرينا الدعاية عن المكرمين فعرفنا مين اللي هيبقوا مكرمين. أعتقد أن رئيس المهرجان وإدارة المهرجان أحسنوا الاختيار، لأنهم حقيقي إدوا للمسرح من عمرهم كل ثانية. مبروك ليهم ومبروك لنجاح المهرجان إن شاء الله. الورش التدريبية اللي حصلت في الدورة 17 أعتقد أنها إضافة مهمة جدا ونشاط كان يجب أنه يكون في الدورات السابقة قبل كده، وهو أنا أعتقد أنه هو هيكون شيء إيجابي هيتخرج منه العديد من المواهب إن شاء الله، هيبقوا من قامات
هذه المهنة. المسرح أنا أعتقد أنه هو الفن المباشر مع المتلقي، يعني خشبة المسرح بيبقى الفنان والمخرج وكل معدين المسرحية في مواجهة مع الجمهور وجها لوجه، يعني مش هنسجل ولا نعيد، لا، بيبقى حاجة على الهواء مباشرة، فلا بد يكون كل من يرتقي المسرح على درجة من الارتقاء الفني والتمكن من أدواته بشكل كبير. فأنا أقول رأيي ورأي الجميع أن المسرح هو الأساس وهو أهم فن يجب أن احنا نعدي عليه قبل ما نشتغل سينما أو تلفزيون. أما الفنانة سلوى محمد علي واللي اتكرمت في المهرجان وحصلت على تقدير من كل المسرحيين المصريين والعرب لأنها اتسلمت التكريم وحكت عن كل الفرق المسرحية المستقلة اللي ظهرت في مصر مطلع التسعينات. تعالوا نشوف قالت لنا إيه. المهرجان القومي للمسرح مهم جدا لأنه ده الوقت اللي الناس بتتفرج فيه على مسرح الأقاليم، مسرح الشركات، مسرح الثقافة الجماهيرية، بعض الفرق المستقلة، ما بقي من الفرق المستقلة يعني لأنها قلت كتير، مسرح القطاع العام، مسرح القطاع الخاص، جميع أنواع المسرح ليها تمثيل في المهرجان القومي للمسرح المصري. فعشان كده إحنا بنشوف وكتير قوي من الأقاليم بيستنوا المهرجان ده عشان يعرضوا عروضهم في مصر والجمهور القاهري يشوف. اسمه مناسب جدا، سميحة أيوب سيدة المسرح العربي عن جدارة، ومش عشان أنا حافظة اللقب يعني، هي عن جدارة، هي ست مثلت، أخرجت في المسرح، أنتجت في المسرح، سافرت بمسرحياتها الدنيا، جي كبار المفكرين والفلاسفة وكتاب المسرح في العالم لما جم في الستينات لقوا إن هي من أحسن الناس اللي عملت الشخصيات اللي هم كتبوها، فلنا أن نفخر يعني. الورش مهمة جدا وفكرة كويسة جدا، وأنا بشكر كل زملائي اللي راحوا عملوا ورش لأنهم أخدوا من وقتهم طبعا وادوا من طاقتهم وكانوا بيعملوا ورش من قلبهم. الورش في غاية الأهمية في المسرح. كمان الفنانة عايدة رياض أكدت أن المسرح سيد الفنون وأن المهرجان ده شيء مهم جداً لأن كله حماس وشباب من المؤلفين والممثلين ومهندسين الديكور وغيرهم. تعالوا نشوف قالت إيه كمان لكاميرا الإبداع في مصر. أنا بشكر طبعاً أستاذ محمد رياض الفنان الجميل الراقي أن يبقى فيه ريد كاربت للمسرح، يعني المسرح ده أبو الفنون، سيد الفنون، وهو ريد كاربت ده بيدي قيمة للمهرجان وقيمة للفنانين وحاجة جميلة جدا. المسرح بقى شيء مهم جدا، وطبعا أنا عايزة أشكر طبعا أستاذ محمد رياض إن هو إن المسرح ده شباب، الشباب طاقة وقوة، يعني جميع الفن طبعا، الفن كله لازم يكون شباب طبعا، معانا برضو احنا الكبار معانا برضو، إنما هو دلوقتي يعني شايفه كل المسارح الدوله منوره ليه بالشباب، ممثلين ومخرجين ومؤلفين ومهندسين ديكور والدوله مهيئه كل شيء وبيساعدوا بقوه. انا فرحانه جدا، مش هقول اكتر من كده، المسرح هو اهم حاجه. النهارده طبعا انا جايه تكريم النهارده الفنانه قديره وعظيمه بجد، مش بس مجرد كلمه، دي فنانه عظيمه وقديره في كل شيء، فنانة مسرح أصيلة، اللي ما اشتغلش مسرح يبقى نص فنان. الأستاذة سميحة اشتغلت كل حاجة، وطبعا النهاردة يوم بنكرمها وده شوية عليها، لكن أنا جاية طبعا يعني أنا سعيدة أن حصل لي شرف نجي أكرم يوم فنانة القديرة سميحة أيوب بجد. أما الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما فأكد أن للمسرح تراث عظيم يفوق تراث السينما، وأن الفنان محمد رياض دم جديد وروح جديدة وأفكاره خارج الصندوق، وكمان بذل مجهود كبير في المهرجان. تعالوا نشوف قال لنا إيه كمان. الحقيقة المسرح تراث عظيم يمكن يفوق تراث السينما، والفنان محمد رياض الحقيقة يعني
يعني مش بشهد فيه كصديق شهدت فيه مجروحة، ولكن بذل كل مجهود لاختيار المسرحيات اللي موجودة، واتمنى ان شاء الله انها تعجب الجمهور. الحقيقه احنا يعني لسه ما ابتديناهاش، يعني لسه طبعا هنكون هذا الراي يعني، ولكن برضو محمد رياض برضو دم جديد وروح جديده وافكار خارج الصندوق. انا يعني اتوقع واكاد اجزم انها هتكون دوره مميزه ان شاء الله. طبعا وجود الورش في المهرجانات ده شيء يعني شيء اساسي، لان يعني ده دور من ادوار المهرجانات، مش فقط عروض افلام ومش فقط يعني ندوات، انما طبعا الورش التدريبيه للشباب دي طبعا شيء عظيم، يعني ان هو يفيد الشباب. اقول لهم الف مبروك، وتستحقوا اكثر من ذلك بكثير، وتستحقون كل تقدير. كان لنا لقاء مع الفنان محمد أبو داود رئيس لجنة تحكيم الدورة دي من المهرجان. تعالوا نشوف قال إيه. أي مهرجان في أي دولة بيتعمل ده من الأشياء الهامة جدا، لأن بيبقى نتاج أن الفنانين بيحاولوا يبذلوا جهد ويحاولوا أنهم يطوروا من نفسهم ويحاولوا أنهم يقدموا أعمال جيدة، فالجيد لابد أن يثاب. فيبقى وبالذات المسرح بقى أبو الفنون، لما يبقى في عروض وبعدين المسابقة كبيرة وفيها 34 عرض ناس تكافئ بعد الجهد ده، بيبقى ده شيء مهم جدا، وده شيء من أهم الأشياء. منور الدنيا يا أستاذ، دور حلو قوي بتاع الوصفة السحرية. مبروك يا حبيبتي، الله يخليك، منور الدنيا، ربنا مبروك على التكريم. الله يخليك. فنانة سلوى محمد علي، أولا احنا مع بعض في مسلسل الوصفة السحرية عاملين شو عزة طبعا، وعزة لبيب عضو لجنة التحكيم معايا في المهرجان، وطبعا مدام سلوى مكرمة السنة دي من ضمن المكرمين إن شاء الله، وهي تستحق التكريم. المؤثر المسرح، لأن ده بيبقى تفاعل لحظي وسريع مع المشاهد، فدايما بنقول إن المسرح بيحرك الناس بي 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 لأنه سريع فتأثيره بيبقى سريع. أما الفنان الكبير أحمد بدير فكان من ضمن المكرمين في المهرجان، وأكد لنا أن المسرح حياة الشعوب وأن ليه قيمة كبيرة جدا. تعالوا نشوف قال إيه كمان في لقائنا معاه. مهم جدا المسرح، يعني في حياة الشعوب ده له قيمة كبيرة جدا. يقول لك أعطيني مسرحا وخبزا أعطيك شعبا، فالمسرح له قيمته، له يعتبر مدرسة. لما بنعيد رونق المسرح وبنكرم رموزه وفي نفس الوقت بنحط الجيل الجديد على التراك الصحيح، يبقى احنا بنؤكد قيمة هذا المسرح. ده اول مهرجان اجي، بس شايف احتفالية جميلة وناس كتيرة موجودة، وده عشان تعرفي قد ايه الناس بتحب المسرح وبتقدر قيمة المسرح. ده دور المسرح بقى، انه يعمل ورش وانه يقدم ناس شباب جداد في كل المجالات، في التمثيل، في التأليف، في الديكور، في كل مجالات المسرح، لأن هو ده الجيل اللي استلم الراية واللي هيكمل المسيرة إن شاء الله. مش معنى إن احنا تكرمنا إن احنا أحسن من غيرنا، لا، في غيرنا أحسن بس دوره لسه ما جاش. الفنانة فاطمة الكاشف أكدت إن أهم حاجة في دورة المهرجان ال17 السنة دي كانت إنها بتحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، لأنها قيمة وقامة فنية في مصر وفي الوطن العربي. تعالوا نشوف قالت لنا إيه كمان. أهم حاجة في المهرجان إن الدورة 17 تحمل اسم سيدة المسرح العربي الأستاذة سميحة أيوب، فده شيء يعني قيم جدا، قيمة وقامة فنية كبيرة قوي، مش في مصر بس، لا، في الوطن العربي كله، فدي أول ميزة كبيرة جدا. ثانيا أنا بشكر رئيس المهرجان الأستاذ محمد رياض على المجهود الكبير اللي بيبذله عشان يطلع المهرجان في الشكل الجميل ده اللي انتوا هتشوفوه، بالإضافة إن هو أضاف السنة دي عن السنة اللي فاتت امتيازات كتيرة قوي زي الورش وكده. وكمان ميزة المسرح اللي المهرجان ده ان احنا بنشوف عروض غير عروض الناس المحترفين، يعني احنا بنشوف عروض من الجامعة، بنشوف عروض من شركات، بنشوف عروض فرق مستقلة، ومن خلالها بنختار احسن العروض، ومن خلالها بتطلع مواهب ممكن يبقى نجم في يوم من الايام، فبيبتدي مشواره من مكان محترم ومن قناة شرعية جدا، المسرح القومي. اول واحد ببارك له الاستاذ احمد بدير، فنان الجميل، النجم الجميل. شكرا حبيبي. وكان ليا الحظ ان انا اشتغلت معاه في غيبوبه.
ايوه طبعا اشتغلنا مسرح واشتغلنا دراما مع بعض بره، فانا بحييه وهو فعلا يعني جايزه يستحقها بجداره جدا يعني بجداره، وجات متاخره كمان كان المفروض بدري عن كده كمان. دخول حاجات جديده في المهرجان عملها استاذ محمد رياض زي الورش وزي الحاجات دي بتاعت ورش التمثيل، فدخل حاجات ما كانتش موجوده في المهرجان قبل كده، فكل ده بيضيف للمهرجان، فكل سنه ما يبقى في حاجات جديده بتحصل يبقى احنا بنتقدم، يبقى المهرجان كل مدى هيبقى مهرجان مش وطن عربي، هيبقى مهرجان عالمي ان شاء الله. واخيرا الفنانه الجميله وفاء مكي عملنا معاها لقاء، واللي اكدت انها سعيده بتكريم زملائها من الفنانين، واتمنت ان الفن المصري والعربي يفضل دايما يعلى ويرتقي. تعالوا نشوف قالت لنا ايه لكاميرا الابداع في مصر. دورة باسم الجميلة والقديرة سامحة أيوب، ربنا يديها الصحة وطولة عمر، الأستاذ أحمد بدير وأحمد آدم الأصدقاء الأعزاء اللي هم كافحوا ونضلوا من أجل أنهم يرتقوا بالفن المصري والمسرح المصري، فطبعا ده شرف لنا كلنا. يعني لو كان في أخطاء بسيطة في اللي فاتت، إحنا يعني الغالي محمد رياض ربنا يديله العمر والصحة هنحط سبوت عليها ونحط إيدينا عليها بحيث إن إحنا نتجاوزها. يعني أنا ما حضرتهاش بس أكيد هتبقى بتقدم شيء جديد نفخر بإذن الله، وأعتقد أن النقابة بتاعتنا عاملة حاجة زي كده فهم مش من فراغ يعني كده عارفين الإيجابيات بتاعته، إن شاء الله الورش تبقى مثمرة بإذن الله بالتوفيق. دايما متكرمين، والفن المصري يعني يعلو ويرتقوا بيكم، وأنا مش عايزة أقول الفن المصري، إحنا وطن عربي واحد. وده كان ختام حلقتنا النهاردة، لكننا مكملين معاكم تغطياتنا المهمة لكل الفعاليات الفنية المصرية، وكمان لقاءات من كواليس المهرجانات والأعمال الفنية هتلاقوها هنا بس في الإبداع في مصر. كنت معاكم مي حامد.